فتحت البوابات اندفاع لجياد وافراس عمر 3 سنوات فاكثر متنافسة على مسافة 1200 متر في الشوط العاشر، تكافؤ من 0 إلى 90، 145,000 ريال مقدار جائزة هذا الشوط. الانطلاقة السريعة على ما يبدو تبدأ من جفتد ماستر وأيضا من المسار الخارجي، أشاهد المستضيء في هذه الصورة، وأيضا هناك يأتي أندليب الأنك من المسار الخارجي، هو يحب هذه المسافة كثيرا أندليب الأنك. إذا في المقدمة الآن المستضيء في المركز الثاني، المركز الثالث مع جفتد ماستر، وأيضا الحضور يأتي من يجتاحهم في المركز الرابع، كل سفير يتابع، وأيضا الحضور يأتي من عتام في بداية الخط المستقيم. مشاهدين الكرام جفتد ماستر كوميشنر وي إذن للمركز الأول في هذه الصورة، وأيضا المنافسة القادمة من يجتاحهم، هل يجتاح هذا الحضور؟ وأيضا الحضور يأتي من عتام من المسار الخارجي، عتام من الداخل يجتاحهم، يجتاحهم عم عتام، يجتاحهم بكل قوة، نصف طول إذن يظفر بنتيجة هذا الطول، هذا الشوط بنصف طول ما شاء الله.